مروة من العراق. مروة، السلام عليكم شيخ. وعليك السلام يا مروة، كيف الحال؟ إن شاء الله أنا بخير. أنا بخير، قولي يا مروة. شيخنا، أنا قبل 3 أشهر بالضبط، يعني باشر صار 3 أشهر والدتي توفت رحمة الله عليها. قولي يا مروة. الله يسلمك. والدتي كانت سرطان القولون. نعم. فبس شوي أريد تطول لي خلوك، إنه عندي كم سؤال، لأنه يعني يمكن أقدر أقول لك إنه أنت كنت طوق النجاة بهاي الفترة لنا، إنه نسمع فيديوهاتك وإنه عن الميت وإنه نعم. وين راح يروح وشلون الأموات يسمعونه. فبس عندي كم سؤال لحضرتك، أتمنى إنه تجاوبني عليه. خذي راحتك، إذا عندي علم أبشري يا مروة، تفضلي. إن شاء الله، شكرا جزيلا. دكتور، مثل ما قلت لك، هي كانت والدتي سرطان القولون. نعم. فهي من المفطونين. هل يعتبرون هم من الشهداء اللي اختارهم رب العالمين الشهداء المفطونين ولا لا؟ انسي انسي وسيم، واسمعي لماذا قال محمد صلى الله عليه وسلم. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ المبطون ايه؟ شهيد. ليه تسألين وسيم؟ من اصدق؟ محمد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك المبطون شهيد، ليه نسأل لا؟ اذا انت تريدين الامان من وسيم فانت غلطانه، لأن الأمان النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك بالأمان قبل أن يولد وسيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال المبطون شهيد، فلا تبحثون على الأمان بأفواه المشايخ. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال المبطون شهيد، انتهى. إذا شهيد، لو أنا قلت لك لا ليس شهيدا شو تقولين عني؟ أقول كلامك مو صحيح. أقول لك كذاب، كلامك مو صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال شهيد. عرفتي الآن؟ اقتنعتي؟ إيه طيبي قلبك، ايه طيبي قلبك وراحتك. نعم، قول السؤال الثاني ولا خلاص؟ لا عندي معك. يعني اكثر طريقة للثواب، هل هي قراءة القرآن ام الدعاء ام الفاتحة؟ اكثر طريقة لشو؟ لشو؟ للثواب، انه يعني اريد اشيدها، انه يا اختي ادعي لها. لا 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 لا، اسمعي، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إذا مات الميت انقطع عمله إلا من 3. شو أول وحدة؟ علم ينتفع به، صدقة جارية تصدقين عنها، وصدقة جارية علم يمكن ما كتبت أول الصدق، ادعي لها وتصدقي عنها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا صح؟ ها شفتي كيف؟ اربطي نفسك بالنبع الصافي، لا تربطي نفسك لا بوسيم ولا بغيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة الجارية والولد الصالح، ليه تسألين وسيم؟ عرفتي؟ زين، ممكن احنا نعرف ان الصدقات مثلا تكون عن مياه او هيك، بس تعرف حضرتك حاليا احنا عندنا بالعراق هوايه اوضاع بسبب الحروب، ايتام وهيك، يعني اقدر ابدل انه اروح على الناس المحتاجه اكثر مما انه اخلي مي بمسجد او اطبع قران بمسجد. الطعام المحتاج افضل من طباعه مليار مصحف. الطعام محتاج واحد أفضل عند الله من أن تطبع 1000 مصحف. إطعام محتاج واحد أفضل عند الله أن تبني 1000 مسجد. ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. علمتي؟ علمتي أختي؟ نعم. هي الله يرضى عليك. نعم. شيخنا، ولا طولت عليك، بس انه هي امي كانت محاربه سرطان قويه، يعني 3 سنوات هي تحارب المرض، باسبوع واحد يعني تراجعت صحتها وخلص خلال 24 ساعه يعني انتهت حياتها بيد رب العالمين اكيد. بس انه انا اظل بقلبي اقول لها يعني انه يعني ليش فشتي؟ يعني هي امي مو اعتراض على حكم رب العالمين ابدا، بس هي امي اقول لها يعني انه ليش خذليتي بقاتلي؟ هذه سنة الحياه، وانت باكر نعم. بتموتي، انت باكر بتموتي وانا بموت والمخرج بموت، هذه سنة الحياة، ما يحتاج يعني ما تستطيع ان تمنعين سنة الحياة، كلنا بنموت يطول لي في عمرك. ليه مات فلان؟ ترى انا بموت، ترى يعني تصور انا لا قدر الله مات عندي احد من العائلة لا قدر الله، اقول ليه مات؟ اوكي، ما انا بموت، هذه سنة الحياة. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ما حد بخلد، انتهى الموضوع. الفرق بينك وبين الوالدة انها سبقتك بزمن بس، ان شاء الله اطمني سلمي امرك لله.